اليوم وقفة احتجاجية من كافة أطياف الشعب العراقي اللي جايين متواجدين، إذا كانوا موظفين، إذا كانوا متقاعدين، حتى إذا كانوا عاطلين عن العمل، أصحاب بسطيات، هم اللي متضررين. الشعب العراقي اللي تضرر بهاي الخطوة اللي أثرت على العراق بصورة عامة، على الاقتصاد مالته. إحنا العراقيين إذا كان راتبهم محدود وذو قيمة محدودة الوضع الاقتصادي والوضع الأسري راح تزيد عباء على المواطن العراقي، وتزيد بدل ما هو ينتشلون الشعب من الفقر، من البطالة، من هم راحوا زادوا العبء على المواطن العراقي. إذن بهاي وقفتنا، وبعد تزيد الوقفات إلى أن يرفعون هذا الشيء اللي سواه والله هي بس الدولة، هي الحكومة اللي مستفادة، لأن كل هاي من 2003 لحد الآن الشعب كل شيء ما مستفاد، بس الحكومة الحالية بالبرلمان، والبرلمان هم اللي مستفادين بهاي الأشياء. هاي صفقات تجارية للحكومة، وتردي تدني وضع الاقتصادي للبلد، زيادة الفقر، زيادة البطالة، زيادة الفساد، زيادة التخلف والوعي لدى الشعب العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ردا على قرار الحكومة بتخفيض قيمة الدينار العراقي إذا الدولار الأمريكي. هذا القرار عملية احتيال واضحة من قبل مجموعة محتالة وظفها صندوق النقد الدولي لأجل سرقة خيرات الشعب العراقي. لو تفحصنا جيدا في مضامين هذا القرار لوجدنا أن الحكومة تسرق ما يعادل 49% من راتب الموظف والمتقاعد العراقي، مما يعني أن هذه الحكومة هي حكومة لصوص، وواجب الشعب العراقي أن يكافح اللصوص أينما كان. بس هي بعد
عن الوقفة قرينا عنها بالفيسبوك، دعا لها يمكن الشباب أو موظفين ما أعرف يعني بالضبط، دعوا لها فحضرنا وياهم، لأنه بصراحة هي القضية مو قضية فئة معينة، فئة محددة أو موظف أو متقاعد، هاي القضية تمس حياة المواطنين بالكامل، لأنه ارتفاع سعر الدولار ومع استمرار الاستيراد، لأنه الاستيراد يكون بالدولار، فبالتالي الأسعار راح ترتفع بنسبة ارتفاع الدولار وهي بحدود 25. حقيقة هذا يؤثر كثير على حياة المواطن العراقي، لأنه الرواتب محددة وبالتالي يعني القيمة الشرائية راح تنخفض والأسعار دا ترتفع، فهي يعني خلال يومين من أول بارحة والبارحة لليوم حقيقة ضعفت حتى الأسعار لبعض البضائع، واليوم أساساً يعني القضايا الأساسية اللي هي الشكر والتمن والدهن، ويعني هاي القضايا يعني الغذائية اليومية ضعفت أسعارها وزادت يعني، وراح يأثر حتى على مثل قضية أسعار الأدوية أسوأ يعني، أكيد يعني راح يأثر على حياة المواطن بشكل عام. الحقيقة هي مو قضية مو متعمد، وإنما هم يردون يحلون المشكلة ولكن خلقوا لنفسهم مشاكل أخرى، يعني عدم الدراية وعدم إدراك وعدم وجود متخصصين وباحثين في هاي الأمور، يعني المفروض هاي قضايا اقتصادية المفروض أكو لجان متخصصة تدرس هذا الزيادة اللي صارت، وحتى الزيادة ما تصير بهذا الشكل، يجب أن يكون حلول حتى تبقى الأسعار ثابتة لبعض يعني السلع المهمة والأساسية بالحياة، وبعدين حتى قضايا يعني الحياتية المهمة للمواطن، هذا المهم. يعني احنا مو مع انه ما نجد يعني حلول للمشاكل الاقتصادية، لانه احنا عندنا في ازمة اقتصادية، يعني كان ممكن انه تنوجد يعني طرق اخرى قد تكون بديلة لهذا، مو الشعب عامة الشعب هو يدفع الثمن، يعني احنا عندنا منافذ كثيرة اللي تتسرب منها الموارد العراقية، وأسعار النفط ترتفع وتنخفض، هي ما تتأثر إيجابا على تأثر سلبا ما تأثر إيجابا على حياة المواطن. خلينا نشوف منافذ الفساد وين دا تروح هاي الموارد اللي يستلمها العراق من النفط، لأن هو هذا المورد الوحيد احنا اللي دا يجينا، وين دا تروح؟ دا تروح إلى 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 بطريقة يعني إلى إلى جيوب يعني جهات وأحزاب وكتل وشخصيات يعني رواتب مزدوجة وأرقام كبيرة، يعني أرقام كبيرة لهذه الرواتب، المفروض أيضا تصير دراسة شاملة، دراسة علمية لحل مشكلة الاقتصاد بالبلد، لأنه هالشكل صراحة المواطن البسيط هو اللي راح يدفع الثمن، المواطن اللي يأخذ راتب على 500 ألف، المواطن اللي يأخذ 800 ألف، يعني شكيت على المواطنين، وحتى الباعة المتجولين، حتى الكسبة، حتى اللي الطبقة العمالية الغير المهيكلة، هم هذول اللي راح يدفعون الثمن، لأنه فهذا راح يأثر على مستوى الحياة وراح يعني يدفع الثمن مواطن. ونطالب إعادة النظر بهذا الإجراء اللي صار، يعني نطالب إعادة النظر وإيجاد حلول، يعني على الأقل يبقى أسعار السوق، يعني أسعار المواد الغذائية تبقى ثابتة، الأساسيات، الأدوية، المذاخر يراقبون المذاخر وزيادة الأسعار بالصيدليات بالمذاخر، المواد الغذائية اللي موجودة بالأسواق بسوق الجملة يعني اللي موجود، هذه كلها المفروض يتم السيطرة عليها، وأيضا يلقون حلول، يعني الدولة تعوض المواطن بقضايا أخرى. يعني بداية نتحدث عن هاي الواقع، شوف هذا التجمع المتجمعين كله، جينا هنا شنو؟ احنا جينا مو بس على مود صعد الدولار ونزل الدولار والاسواق، احنا جينا هنا على مود احنا كشعب انظلمنا، كشعب مظلوم من الحكومه، مظلوم من السياسيين، مظلوم من كل شيء. فهاي وقفتنا هي صعود اللي هو شنو الدولار حتى يصعد؟ انتم صعدت الدولار 140 145، قطعت الرواتب،
صعدت الدولار، زيدت المواد الغذائيه الاسعار، زين هذا ما عنده يعني شلون يعيش؟ الفقير شلون راح يعيش؟ يعني تخلوا لازم يقتل ويبوق وينهب حتى يعيش عيش جهاله واطفاله. يا اخي العزيز هاي التجمع شوف كله راح كله كبار بالعمر ونساء وشباب كلها جايه من اجل شيء واحد، احنا ما نريد كنا نريد وطن، وهسه وعد ندور على الوطن، هسه الوطن قتلتونا من عندنا موتونا ما خليتوا لا وطن لا عاد قتلتوا شبابنا وقتلتوا ناشطيننا واستشهدوا هواي من عندنا من 1-10 لعدد. ها قلبي؟ فاحنا هسه شو نريد؟ نريد بس نريد نعيش ما نريد كل شيء ما نريد. هم العدو من اللي صعد؟ هم من اللي صعد؟ اكو ناس مستفاده ومتونسه وهسه تخلي بجيوبها يا شعب يا عراق شو علي بي حتى لو يموت جوع؟ شو هم مستفادين؟ وخلي ببالك المستفادين اغلبها الميليشيات، اغلبها الفصائل، هذول كلهم هسه مولاتهم قام يبنون مولات ويبنون فنادق كل شيء قام يسوون، وعافوا الشعب هذا. انا اطلع اليوم مظاهره احكي بس رايي يعني، اقول لك فلان شيء وفلان، بس هو من اللي ياخذ؟ من اللي يسمعني؟ بس احنا نبقى نطلع نتظاهر والله كريم. بداية نقول هذه موازنة الدولار وليست موازنة الشعب العراقي والدينار. نعم موازنة 21 ضد الشعب العراقي، ضد متطلعات الشعب العراقي، ضد أهداف الشعب العراقي. هذه الموازنة قسمت ظهر الشعب العراقي، يعني إنجاز لا يحسد عليه العراقيين، ليس بالإنجاز الذي يكون له الشعب العراقي في أحلى وأحسن احتمالاته، وإنما في أسوأ احتمالاته. راتب الموظف قد قل 25,000 دينار، الموانئ تزدهر بالأموال المسروقة، الموازنة عند الشعب العراقي ضد الشعب العراقي. الدولار 1450 دينار، يعني من 1119 إلى 1450 دولار دينار عراقي. هذه إهانة للدينار العراقي، هذه إهانة للشعب العراقي. الشعب العراقي لا يفكر بالتعيين ولا يفكر بالازدهار ولا يفكر بأي شيء، حبقى بس العيشة. يعني من السجائر إلى العماية كليتها راح تصعد ويا الدولار، الغذاء، كهربائيات، الحياة بالآجارات، كل شيء سيصعد مع الدولار. مع الأسف هذه الحكومة حكومة الدولارات، حكومة الأمريكان ضد الشعب العراقي. سلاما يا عراق، سلاما يا شعب العراق. اليوم نحن واقفون في ساحة التحرير من أجل الدينار العراقي التي كانت لها الحكومة دور تام بإرداله، إرذال الدينار العراقي. احنا مو بحصار حتى الدينار العراقي يكون بهذه الرذيلة. حكومة عراقية ضد الشعب العراقي، وليس حكومة خارجية ولا دولة خارجية، وإنما حكومة عراقية مع الأسف لإذلال العراقي على معيشته، على أهله، على حتى آجارات. يعني الموظف العراقي سيخصم منه، البنزين راح يصعد، يعني الأشياء الخاصة بالإنسان العراقي كلها راح يصعد من الجيجارة إلى العمارة. نعم مع الأسف، مع الأسف على الشعب النايم اللي ما يطلع من أجل حقه. ماكو توظيف، ماكو رواتب شهر الواحد، ماكو كل شيء ماكو. ليش ساكتين؟ ليش هذا السكوت يا شعب العراق؟ متقاعدين وغير متقاعدين، من موظفين والرواتب القليلة،
راح نظل على عيشتنا، ما راح نظل على أماننا وإرادتنا، لأن كل شيء راح ينزل. مع الأسف هذه الحكومة ليست تبع الشعب. إلك الله يا عراق. ما راح تنتهي الموضوع. شو نسوي؟ نعاني اللي واجب علينا. طبعا هذه الوقفة الجماهيرية الواسعة من أجل رفض القرارات التي صدرها وزير المالية مع حكومته، وكان المفروض بمجلس الوزراء أن يحاسب من سرق ومن أفاد البنوك، هذه البنوك الكثيرة التي استفادت من ارتفاع الدولار على حساب المواطن، وبعد ذلك سوف تكون هذه كلها استيرادات لم يصنعوا، لم يجعلوا الصناعة في البلاد واسعة، فلذلك نجد أنه كلها استيراد وكلها سوف ترتفع أسعارها، وكل هذا على حساب المواطن. المواطن سوف يشتري بأسعار عالية لأنه لم يصنعوا البلاد ولم يعملوا أي شيء للاقتصاد العراقي، فلذلك هذه القرارات من المؤكد أنها سوف تجعل من الطبقة الفقيرة والمهمشة سوف تكون زيادة في تهميشها وزيادة في فقرها، إضافة إلى أن المجتمع فيه 34% على خط الفقر، وهذا سوف يزيد إلى أكثر من 40% من الشعب العراقي لأن يكون فقير، ولم يجعلوا أي خطة من أجل أن تكون هنالك تنمية وتكون هنالك صناعة وتكون هنالك زراعة، فقط على التجارة، وعلى التجارة لأن لديهم عمولات ولأن لديهم كوميشنات، فلذلك نجد بأن هذه القرارات يتم الاحتجاج عليها الآن، إضافة إلى الصحف، إضافة إلى الفضائيات، كلها تحتج، فيجب على الحكومة أن تتراجع عن هذا القرار وتهتم بالمجتمع وخصوصا الفقراء. بالتأكيد أن هنالك من يستفيد، الذي يستفيد هم التجار، لأنهم عندما يدخلون البضائع إلى العراق لا يدفعون الكثير من الضرائب التي يجب أن يدفعوها حسب القوانين، إنما المنافذ الحدودية لديهم العلاقات مع سياسيين، مع مجموعات مالية تعبر هذه البضائع، ويتم تغيير صنف هذه البضائع من أجل أن لا يدفعوا الضرائب التي تفرضها القوانين، فلذلك هم المستفيدون لأنهم سوف يرفعون الأسعار في السوق ولكن لا يدفعون الضرائب للحكومة على البضائع التي يستوردوها. طبعاً على مدار 17 عاماً وإحنا نعاني، الشعب العراقي يعاني من خلال الحكومات المتعاقبة، وإحنا طبعاً ما نقدر نسميها حكومات وإنما هي سلطة متجبرة حاكمة منظمة تنظيماً دولياً إرهابياً، وهذا ما تنازل عنا أبداً، لأن إحنا ما عندنا حكومة، لو كان عندنا حكومة كان عندنا سيادة، فبما أنه إحنا ما عندنا سيادة إذن إحنا ما عندنا حكومة، فوصلت الوضع الوصل الوضع إلى الاستهانة بقوة الشعب العراقي. يعني الشعب العراقي الآن دا يعاني معاناة جدا قوية وجدا بائسة، وصل إلى مرحلة العوز، الفقر، العوز، الجهل، المرض، أصبح هذا كل ما هو متوفر في العراق. العراق أغنى بلد بالعالم، لكن للأسف الشديد خير البلد ليس لأهل البلد، ومع ذلك أنا أقول عتبي على الشعب العراقي اللي ملتزم الصمت والسكوت،
لماذا يا شعب العراق انت لا تباوع هسه المتظاهرين في هذه الوقفة؟ وإحنا نفسنا من 2010 ولحد الآن نانا النقطة، لكن هم نهائيا مو يمهم الموضوع، مجرد يتباكون، مجرد يطلبون، لكن كمساهمة وإسناد للمتظاهرين ما شفنا من خلال الشعب. يعني طبعا هي قضية سياسية، ليس إلا القضية قضية سياسية، يعني هي سيناريو سياسي، لكن بخلال هاي الأيام أنت ما تعرف إيش قد تأذى المواطن العراقي. يعني اليوم إذا تذهب إلى الأسواق تشوف كل هالأسعار بدأت تتصاعد، اللي ما عنده راتب، اللي ما عنده إمكانية زين شلون يعيش، الدواء غلى اليوم كله، لكن إحنا لازم نخلي وضع وحد لهذا الموضوع، فهي عبارة عن مؤامرة سياسية هنا النقطة. وأنا قلت قبل قليل قلت إحنا مو دولة، فإحنا يعني أمريكا تتحكم بينا، بقية الدول الجوار يتحكمون بينا، فلذلك ضاعت على البلد ضاعت. بس مع ذلك هو العتب على الشعب، لأن الشعب ساكت، وصل إلى مرحلة سيستجدي اللقمة، حتى الموظفين، حتى المتقاعدين، يعني متقاعد أو موظف بدأ يستجدي من يأخذ راتبه. ترى إحنا تعبنا، إحنا بنينا الوطن كذا، بس ماكو أي قيمة للفرد العراقي. الشوارع مليئة بالمتسولين، بالنساء اللي يتجولن في الشوارع، الشباب، مئات الشباب ألوف معطلون عن العمل وليس عاطلون. يعني ما أقول يعني الشاب العراقي هو عاطل عن العمل، وإنما هو معطل خسرا. وين مصانعنا؟ مصانعنا ليش ما يفتحوها؟ لأنه أكو دولة تزعل إذا يفتحون معاملنا ومصانعنا. هذا كله أدى إلى سوء الاقتصاد في البلد، وإذا بقى الشعب على سكوته فالقضية جدا صعبة وما إلها حل، ما أعتقد أكو حل. الشعب العراقي لا يفكر في التحييد ولا يفكر في الازدهار ولا يفكر بأي شيء حتى قابل التحييد. يعني هذه الوقفة صراحة هي لرفض تعويم العملة وبداية انهيار الدينار العراقي اللي يؤثر على واقعنا المعيشي، خاصة الطبقة الفقيرة، الطبقة المهمشة المسحوقة في المجتمع، ومن ضمنها احنا الموظفين البسطاء اللي نعيش على قد راتبنا كملاكات وزارة الصحة. اليوم نعاني حالنا حال أي مواطن موجود على هذا البلد. يعني بدأت بوادر هذا التأثير، هذا التعويم وانهيار الدينار علينا شخصيا احنا كعاملين في هذه المؤسسات. يعني بدأت الأسعار ترتفع، بدأت الأمور تخرج عن السيطرة صراحة. وأنا أعتقد هذا القرار هو قرار مجحف بحق هذا الشعب اللي يعاني ما يعاني من ظلم واضطهاد وحروب وإلى آخره. اليوم إحنا وقفنا مع أبناء شعبنا لنرفض هذا القرار الجار، نطالب دول العالم، نطالب الأمم المتحدة، نطالب المنظمات المجتمع المدني للوقوف مع الشعب العراقي من أجل رفض هذا التعويم ورفض هذه سياسة التجويع وسياسة تجويع الشعب. نعم أنا أعتقد هم المعنيين بهذا الوضع هم الفاسدين الذين حكمونا على مدى 17 سنة، السياسة الخاطئة التي يحكمون بها، ناس غير كفؤين يقودون وزارات مثل وزارة المالية، يعني ناس غير اختصاص صراحة أدى إلى هذا الانهيار وارتفاع العملة الصعبة. نعم هذا تخطيط غير مدروس، تخطيط من ناس غير حريصين على البلد، غير حريصين على الشعب، غير حريصين على النهضة الحقيقية لهذا البلد. نعم أنهم غير مختصين، غير كفوين، عبارة عن سارقين، عبارة عن ناس تستفاد فقط لأغراضهم الشخصية والمكاسب الشخصية. أعتقد وفق المعطيات وفق ما يجري الآن عرض الواقع يبدو الأمور متجهة نحو الانهيار، نحو الصعود الأكثر صراحة. ما نستلزمه ما نلتمسه اليوم في أرض الواقع، بدأت الأسعار المواد الغذائية ترتفع، بدأت أيضا المواد الأخرى اللي يحتاجها المواطن أيضا ترتفع. هذا ما يدل أنه هنالك صعود أكثر من هذا الصعود، صعود مخيف جدا.
وهذا اللي ما نتأمله صراحة. لكن احنا نطالب المجتمع الدولي، نطالب منظمات المجتمع المدني، نطالب الأمم المتحدة بالوقوف مع الشعب العراقي ضد هذا الارتفاع المخيف للعملة الصعبة. نعم، العمليات القيصرية بدون بنج تخدير تكون عمليات صعبة ومعقدة تؤدي بالمريض إلى الوفاة. ضربتان في الرأس تؤلم الشعب العراقي، شعب جائع ومحروم. سياسة الحكومة الآن سياسة تجويع بقراراتها الأخيرة، قرارات رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، رفع مخصصات الموظفين. هذه ستؤدي إلى انهيار اقتصادي في الواقع العراقي، لأن أغلب العاملين أصحاب البسطيات وباقي الطبقات هي قوتها يكون معتمد على رواتب الموظفين بالدرجة الأساس. فعندما تنزل قيمة الدينار فإن رواتب الموظفين سوف تنهار، لذلك سوف يكون كساد اقتصادي شامل في العراق يؤدي بالانهيار الاقتصادي إلى انهيار مجتمعي. الحكومة يجب أن تحسب لكل شيء قادم. هكذا أساليب سياسية، أساليب الترويع والتجويع للشعب أهدافها سياسية بالدرجة الأساس، ليست اقتصادية. نحن اليوم وقفتنا اقتصادية سياسية، نحاور الحكومة وندعوها للرجوع عن هذه القرارات الصعبة بحق الشعب العراقي والنظر فيها. وإذا كانوا لا يستطيعون على إصلاح اقتصادي فعليهم التنحي وتسليم الأمر إلى غيرهم. مستشاري السيد الكاظم يقودون به نحو الهاوية. العراق جميعا متجه نحو الهاوية، هاوية اقتصادية تسبقها هاوية سياسية واجتماعية، وبالتالي العراق منهار. لذلك العودة عن هذه القرارات هو عين العقل الذي نطلبه من الحكومة. الشعب العراقي ضد الشعب العراقي. الدولار 450 دينار، يعني من 1119 إلى 1450 دولار. وقفتنا هذه احتجاجية استمرار لوقفاتنا السابقة من أجل الإصلاح، لهذا الإصلاح اللي هو الموضوع العقيم اللي ما راح تنتهي موضوعته. لكن احنا ايش نسوي؟ نعاني، واللي واجب علينا نأديه، وعلى المجتمع انه يقوم بواجباته. يبقى باقي بسبات مستمر، ما اعرف يعني الى متى يبقى صامت على هذه السياسات النتنة. لماذا ترجع علينا نحن الفقراء؟ اين اذا باصحاب الرعاية الاجتماعية؟ اين اذا بالموظفون؟ اين اذا بالعاملون؟ هذه سياسة تجويع لا داعي لها. اليوم النفط وصل 53 دولار، ماذا تقولون؟ يوم عن يوم بيصعد النفط، لماذا ترجعون للشعب؟ الشعب هو اساس الطبقة محطمة جاعة، ترجع عليه لتنهب من امواله لصالح من؟ لصالح جيوب الفاسدين؟ ما هكذا الظن بك يا الكاظمي، ما هكذا الظن بك. انت قلت انا امثل وانا الشهيد الحي، اين انت ايها الشهيد الحي؟ انت شهيد حي على الشعب العراقي؟ انت تقتل الشعب العراقي وتجوعه؟ جناك
ودعمناه في وجه الفاسدين بأن تصد الفاسدين بأن توقفهم وتحدهم بأن تسحب الأموال المسروقة والمنهوبة وتعودها إلى الشعب لكي الشعب يعيش برفاهية. لماذا ترجع على الطبقات المسحوقة من الشعب الموظفين والعاملين حتى قوتهم اليوم لا يحصلون عليه؟ يعني شنو راتب الرعاية الاجتماعية 150,000؟ ورقة واحدة دولار واحد، عائلة متكونة من 7 أشخاص يا ناس، وين تروح هاي العائلة؟ بيش تعيش؟ إذا صار اليوم تتم من 3,000 وزيت بنك الانس يعيش؟ يوم واحد على رجعنا إلى سياسة الطعام القديمة 3,000 التي كان يحكيها الموظف.